السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتم الصحة والعافية بحول الله. رجاء أخوتي المتتبعين عملوا اللايك واشترك في القناة باش نزيدوا ديما القدام ويجي الجديد إن شاء الله. وهذا الموضوع ديال حمزة مومبيبي نهيو بصفة عامة حتى يعني جميع المظلومين والضحايا ياخذوا الحق ديالهم في هاد الواقعه اللي وقعتنا في المغرب ان شاء الله ما تعاودش. عائشه هياش اخوتي يعني في الفرقه الوطنيه القضائيه بمدينه مراكش اعترفت رسميا بان سيمو بالبشير هو ينتمي لهذه العصابه وهو اللي كان كيسير كذلك الحساب مع مجموعة من الناس ضحايا لهاد وكان كي الهجمات الشرسة هو اللي كان كيعطي الأوامر كذلك واختيار يعني الضحايا بعناية ونشر الصور ديالهم والأوديوهات والفيديوهات ونشرهم في الحساب حمزة مومبيبي. هادشي كله جاء على لسان عائشة عياش اللي هي الان رهن الاعتقال في سجن الودايا وتسريبات ديال الاعترافات كتجي بشويه بشويه وان شاء الله هاد سيمو بالبشير ياخذ العقاب ديالو لانه خرج بواحد الحوار واحد الخرجه وقال فيها انه مغاربه كاملين يعني وصفهم بشتى اوصاف الشتم بهذه العبارة انه قال بان مغاربة خانزين اخوتي حاشا يكون الناس مغاربين وعائلة البنات والمرأة المغربية اللي نسى الفضل ديالهم ونسى يعني البيئة اللي كان تربى فيها وخلق فيها وهي اللي رجعته راجل وحاشا يكون راجل بهذه الكلمات اللي قال في اللايف واللي شتم فيها جميع المغاربة بدون استثناء لانه من تفضح الامر ديالو تفضح بالامر ديالو ملقى ما يقول وخرج بهذا الخرج الاعلاميه باش يبين بالمغاربه انه ما خايفش ولكن غيجي واحد النهار وغيتقبط عليه وحتى يعني الفرقه الوطنيه المغربيه من مدينه مراكش فهي رفعت يعني مذكره بحث دوليه قصد القبض على هاد سيمو بالبشير يعني هاد يعني رئيس العصابة لهذا الحساب مسير المباشر لهذا الحساب مباشرة من دولة أمريكا الشمالية. هنا أقول أن سيمو بالبشير فهو بصفة رسمية فهو متهم رئيسي لهذا الحساب بعد الخرجة الإعلامية واللي شوه بها المغربية والشتم يعني والقذف وهذا كيعاقب عليه القانون المغربي. وكنظن أن يعني الفرقة الوطنية المغربية راه قايمة بالواجب ديالها هادشي كامل لصالح معرفة الحقيقة لهذا الحساب حمزة مومبيبي. ولقينا واحد الخبر يعني مؤخرا واحد الاوديو تنشر غير بالامس يعني مكالمة هاتفية ما بين سميرة الداودي وسلطانة اللي كتأكد فيه انه حساب حمزة مومبيبي هي على دراية معرفة ديال صاحب الحساب حمزة مومبيبي هو سيد كيقطن بدولة البرازيل دولة البرازيل والمسمى عثمان العلوي. إلا شنا خوتي هاد التصريح التصريحات السابقة ديال أعضاء يعني المتهمين في هاد الحساب غنلقاو تناقض كبير كبير بزاف بزاف وهادشي كامل باش يخرقوا يعني باش يخلطوا في هاد القضيه وباش يلوحوا الكره يعني على اساس ان هذا الحساب يعني خارج
أرض الوطن يعني مباشرة من دولة يعني البرازيل. والسيد عثمان العلوي اسم هو مافيوزي يعني مشهور، ويعني دولة إسرائيل كما تذكر في الوسائل الإعلام في أي يعني بحثة، وقامت بمذكرة بحث قصد القبض عليه، وهادشي كامل من أجل يعني الابتزاز، و يعني كي يعمل في التجارة والمخدرات، والمذكرة دولية كتبحت عليه. هذا هو يعني الخبر فيما يخص هذا المتهم اللي تهمته سلطانة بخصوص أنه صاحب الحساب حمزة مومبيبي. ولكن هذا التصريح اللي قامت به، او لهذه المكالمه اللي قامت بها السلطانه مع سمير الدوديه، وهو منشور في اليوتيوب يعني منشور وموثق، فهو غيجر على ويلات وويلات. وكنظن يعني الفرقه الوطنيه بمدينه مراكش سوف يتم استدعائها السلطانه للتاكد من هذا الكلام اللي كتقوم به. انا اخوتي وليت كنشك في هذه المسائل، في هذه التصريحات دي صراحه تصريحات ماشي في محلها، وكنظن ان هادشي فيه تخلويض، وهادشي يعني المراوغات بغاو يرونوا الفرقه الوطنيه القضائيه اللي متبعه هاد القضيه. وربما كانت هناك اتصالات ما بين دنيا باطمة والناس اخرين اللي مازال خارج يعني ما محكومينش، يعني رهن الصراح المؤقت، ربما بغاو يبرئوا هاد السيده هاد دنيا باطمة. هادي اللي كنشك فيها، هذه الحاجه الوحيده اللي كنشك فيها. وسلطانه ملي قامت هاد الكلام واكدت ان هاد الحساب حمزه مومبيبي هو من كيسير واحد من دوله البرازيل، فهذا كيدخل بزاف الشكوك وبزاف المغالطات على اساس باش يبرئوا ديك دنيا باطمة من السجن. وهنا نقول ان سلطانه فهي جرات على لسانها ويلات ويلات، وكنظن ان السلطه يعني محكمه او الشرطه القضائيه غتقوم يعني باستدعاء عاجلا هاد السيده سلطانه قصد البحث معها في هاد فالتصريح. يعني التصريح كنسمو خطير، خطير جدا جدا، لانه كيمس ب التحريات وبالاتجاه اللي غاديين فيه في هذه القضيه، واللي غاديين بالطريق الصحيح، وهي بغات دير هذه المغالطات باش تغلط الراي العام في هذه القضيه، وتاكد بان الحساب فهو حساب اجنبي لا علاقه له بهذا الحساب اللي كندويو عليه ديال الحساب حمزه مومبيبي. ان شاء الله في هذه الايام القليله القادمه سوف تكون مفاجات، وسوف تكون بعض المعلومات اللي غتاكد لنا هل فعلا هذا السيد اللي كيقطن بالبرازيل هو صاحب الحساب، او ام هذه غير كذبه قامت بها السيده سلطانه باش تغلط الراي العام فيما يخص محاكمه هؤلاء المتهمين. بهذا الخبر نكون متاكد على يقين ان دنيا باطمة فهي تكون فرحانه وسعيده بهذا التصريح اللي قامت به هاد السلطانه مع يعني في المكالمه الهاتفيه مع سميره الداودي، وهادشي كامل لصالحها، وهادشي اللي غتصرح به امام الشرطه القضائيه وتاكد لهم، تقول لهم ان هاد الحساب اللي انا مرطيني فيه فانا ما عندي تعلق به. ولكن بالتحليلات اللي قاموا به ديال الهاتف ديال هاد دنيا باطمة فيتؤكد انها متهمه رئيسيه لهذا الحساب. خوتي ان شاء الله لقاو يعني الحقيقة، لأن هادشي فيه ولا فيه تلاعبات خطيرة في هاد الملف. والملف يعني طوال بزاف رغم اعتقال هاد عايشة عياش،
يعني وهي الان يعني محطمه بزاف مع داك السيدك لامور ومع داك سيمون البشير وعثمان يعني وعثمان وداك اسامه العجمي كذلك، هما كاملين محطمين لانهم عارفين يعني انهم متهمين حقيقيين في هذا الحساب. واحد شي كامل كيخرج من ديك دنيا باطنه لانهم عارفين بان تهيئه جايه لا محاله يعني للسجن، ويكون عند الحكم اقصى عقوبه بغرار هؤلاء اللي محكومين بسنتين سجنا. ان شاء الله تبان الحقيقه ويبان كل شيء في هذا الشيء، وحنا عندنا يقين وعندنا ثقه في المحكمه المغربيه وفي العداله اللي غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في الايام القليله القادمه. وهذا الشيء اللي كنتمناه من الدوله المغربيه.